ما تيجي بعد ما جيت، قبل ما تشوف، بعد ما شفت. Alors j'ai eu la chance d'assister au match à كنت l'aller كانت à لدي l'Ain الفرصة أن أحضر مباراة الأهلي والعين Stade du الرجال Grillois في استاد القاهرة. احكي لي، voilà c'était extraordinaire لقد كان أمر on استثنائيا. m'avait beaucoup parlé des fans j'avais vu beaucoup لقد de choses beaucoup تحدثت de مع vidéos المشجعين on a beaucoup وشاهدت parlé الكثير من mais الفيديوهات il faut le والمشجعين voir تحدثوا pour le إلي. croire كان علي أن أرى بعيني لكي أصدق كل ما كان يقال من قبل. صدقت oui. بالتأكيد. Et j'ai adoré, et j'ai نعم adoré, لقد c'est incroyable. عاشقت هذا الأمر، C'est إنه ce qui أمر est beau مذهل، أمر dans ce club, استثنائي. c'est que les fans ما أراه في نادي الأهلي sont l'âme du club. والحب Et pour الغير moi, عادي من c'est tout الجمهور لفريقه. ce qui rend la beauté du football. هذا هو السحر الذي يتحدثون عنه في عالم كرة القدم. أنا سألت عن قصتك مع العين وقالوا لي أدي الأهلي في الجمهور الأهلي أمام العين، لو تذكر هجيب لك شوية صور كتير يعني. قالوا لي أنت رحت قبل المباراة بثلاث ساعات، خفت من الزحمة، شادي حذرك قال لك لازم تكون موجود بدري. أنتوا في أوروبا بتروحوا قبل المباراة ب 15 دقيقة 10 دقايق، كانت متعة إنك تقعد ثلاث ساعات تنتظر المباراة. عشت الثلاث ساعات إزاي وعشت الوقت بتاع المباراة إزاي؟ Exactement, c'était très excitant. كان أمر مثير للحماس. C'est hallucinant, il faut le هذا voir pour le croire. أمر مذهل حقيقة Moi, très الأمر. concrètement, je n'ai pas cru Shadi, hein. Je ne le croyais pas, في حقيقة là, الأمر لم أكن أصدق شادي حينما أخبرني le voir بذلك، pour le croire. ولم أصدق حينما إلا حينما رأيت بعيني ما شاهدته. هناك لا استمتعت يعني الثلاث ساعات اللي قبل المباراة، استمتعت هتافات الجمهور أصابتك بالدهشة بالاستغراب؟ نعم بالتأكيد، لقد رأيت ذلك أمرا مذهلا، لا سيما أن هذا الجمهور قادر على أن يحرك الحجر. هذا الجمهور هو اللاعب الأهم في الاستاد. طيب الجمهور بدأ يعرفك يعني، لما كانوا شايفينك في الاستاد كانوا عارفين ان انت ديمتري لبوف مدرب الكرة النسائية في النادي الأهلي، ولا ما كانوش عارفينك قوي؟ هناك بعض الأشخاص كانوا يعرفونني. نعم هنا النجوم، هنا رقم واحد هم اللاعبون الذين أدوا هذه المباراة. طيب ده كان اسعد يوم من ساعه ما جيت الاهلي لحد دلوقتي، ده اسعد يوم حسيته من ساعه ما دخلت النادي الاهلي، او اسعد او اهم تجربه؟ J'ai eu la chance d'aller dans de très grands stades. كانت لدي الفرصة لأن أحضر الكثير من المباريات الهامة في استادات كبيرة في أوروبا وأن أشاهد جماهير استثنائية، ولكن التجربة مع جمهور الأهلي هي أمر لا يصدق حقيقة الأمر.